من ثروات مصر بعد الثورة هم شباب الثورة، طبعا. شباب مصر الذين سيحملون لواء المستقبل ويعبرون بمصر إلى مصر كدولة عظيمة. معي على الهاتف الأستاذة الشابة الناشطة إسراء عبد الفتاح، مرشحة جائزة نوبل للسلام. الكلام ده صحيح يا إسراء؟ الكلام ده صحيح. لا بقى، ده انا مش مصدق. انا عايزه اقول لك، انا لما بقرا اساميكم وبقرا الخبر جالي على الهوا، انا يعني حسيت بقشعريره، مش قادره اقول لك حسيت بايه. الكلام ده صحيح؟ يعني هو ده اللي منشور على الموقع. والله انا ما عنديش اي وسائل ان انا يبقى عندي تاكيد او كونفرميشن، بس انا اللي اعرفه على الموقع بتاع الجائزه نوبل، ورأيت يعني تفاصيل كتير جدا مكتوبه. ما فيش قدامي غير ان انا اصدق، لان ده موقع رسمي وحد مدير المعهد اصله هو اللي كاتب الكلام ده، او هي اللي كاتب الكلام ده. بس انا عايزه اقول لك، يعني لا تتصوري طبعا اسراء، انا فخوره جدا وعارفه ازاي انت عانيتي وازاي انت كنت من الشباب اللي دفعوا الثمن من اول يوم. ومعنا ايضا الاستاذ احمد ماهر، وطبعا لا يمكن اننا ننسى وائل غنيم. يعني انتوا كلكم بتمثلوا شباب مصر، واعتقد ان الجائزه دي ان شاء الله، وهذا الترشيح مجرد الترشيح لشباب مصر، شباب ثورة مصر الذي صنع هذه الثورة العظيمة. يعني قولي لي انت حسب ايه بالظبط بقى، يعني لازم اسالك اسئله المذيعين الخايبين. مشاعرك، اوصفي لي مشاعرك، اتفضلي. والله انا بجد متلخبطه جدا، مش عارفه اقول انا حاسه بايه، مش عارفه احس ان انا خايفه او قلقانه او شايفه ان الموضوع كبير قوي، مش مصدقه. فرحانه لمصر بشكل عام، فرحانه لاسم مصر، فرحانه لشباب مصر، فرحانه ان يعني الثمن اللي احنا دفعناه عشان خاطر مصر بيترد بشكل كبير. الثمن اللي دفعناه احنا ولا حاجه بالنسبه للثمن اللي دفعوه شهداء مصر، والدم اللي راح علشان خاطر مصر توصل لده. بجد جوايا مشاعر غريبه جدا ومتناقضه. انا اول ما عرفت جالي انهيار بعياط فظيع جدا، مش عارفه برضو سببه ايه، ولحد دلوقتي مش قادره اصدق. الحقيقة أنا بكرر معاكي طبعا أنه كل شباب مصر يفخر بذلك، لكن بالتحديد الذي يستحق هذه الجائزة هم شهداء مصر من الشباب. يعني ورد الجناين اللي فتح في حدائق مصر، على رأي أحمد فؤاد نجم. أحمد ماهر معنا، وأحمد الجائزة ممنوحة لشباب 6 أبريل، مرشحه ل 6 ابريل. تمام. هو كان اول حد بلغني بالخبر كان اسراء. أيوة. وطبعا ما كنتش اصدق فتره كبيره جدا لغايه ما سمعت من كذا مصدر تاني، يعني ايوه فرقه بتهزر. بس بالتاكيد طبعا اللي قام بالثوره الشباب المصري والشعب المصري، والجائزه دي طبعا تكريم للشعب المصري كله، مش تكريم لحركه او لنشطاء سياسيين فقط. النشطاء السياسيين او الحركات الشعبيه دي بتمثل الشعب المصري وتحركاتهم، فبالتاكيد ده تقدير كبير لثوره مصر اللي علمت انها المعنى الحقيقي للثوره، قد ايه كانت سلميتها وقد ايه كانت رقيها وفي التعانس وبعضها. فاعتقد ده يعني يعتبر جزء بسيط جدا من اللي المفروض يستحقه الشعب المصري بصفه عامه. اظن هذا الترشيح جاء في وقت مناسب وخطير. لا يعني ما بتفرقش كتير، اللي بيحب يطلع يعمل مؤامرات ونظريات مؤامره وشائعات ما بتفرقش معاه اي ترشيح يعني. فهو اعتقد ان هو يعني ما هو الاساس ليه، هو تكريم الشعب المصري، يعتبر جزء ضئيل من حقه ومن التقدير المفروض يكون موجود ليه. بتقول ايه عن باسم شباب 6 ابريل؟ باسم شباب 6 ابريل انتوا منقسمين دلوقتي يا احمد، بس في الحكايه دي لازم تتحدوا كلكم وترجعوا ايد واحده. موضوع الانقسام ده مش حقيقي، هو في الاعلام فقط يعني. أيوة. حتى اللي في الجائزه اللي اتكلم يعني ذكر المؤسسين للحركه والمؤسسين للجروب الاساسي يعني. فالاعلام اللي كان ليه دور كبير تضخيم الاحداث اكبر من وضعها الطبيعي، ولكن الفكره الرئيسيه ان احنا هنكمل مجهودنا مره اخرى، وهنكمل شغلنا في الشارع، التواصل مع الناس ونشر الوعي وجعل المواطن المصري جزء من المعادله، وان هو يقدر
يقرر مصيره بنفسه. ده دورنا الفتره الجايه، دورنا نكمل دورنا في الرقابه على جميع الاجهزه لغايه ما نضمن ان في نظام سياسي جديد حقيقي مناسب وملائم للشعب المصري. هترشحوا نفسكم في الانتخابات؟ فبالنسبه لمجلس الشعب لا، مش هننزل كمرشحين الانتخابات، ولكن هيكون دورنا اكثر في المراقبه. حتى في كوادر في الحقيقه كثيرين يعني تنحوا عن مناصبهم القياديه من اجل الترشح لمجلس الشعب، وده كان خطوه رائعه جدا منهم، لاننا في الاخر مبادئنا الرئيسيه اللي هو حركه تسعى للسلطه. فدورنا يكون اكثر في المراقبه على الانتخابات، وثم المراقبه على توعيه الجماهير وتوعيه الناخبين طبعا بالتاكيد. وفي حمله عاملينها اللي هي الدوائر البيضاء والسوداء، اللي هي يكون مطارده لكل كل من افسد النظام السابق. عاملين حمله الدوائر البيضاء والسوداء. دورنا هيكون ان شاء الله في التوعيه وكشف كل اعضاء الوطن السابقين وكل ما كان له دور في الحياه السياسيه في مصر. فدورنا الاساسي ده اللي هيكون الفترة الجاية. شكرا يعني شكرا أحمد، وشكرا إسراء، وشكرا شباب مصر. يعني هو ده هي دي الثورة.